أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت توجه بمعالجات لأزمة الغاز بالوادي ويناقش خطة النشاط الرياضي بحضرموت. توقيع اتفاق بين كليتي الأداء والتربية بسقطرى لتنفيذ برنامج الكفاية في اللغة الإنجليزية بجامعة حضرموت. أهل الغيل يستعد مباريات الإياب لربع نهائي كأس حضرموت. أهلا بكم. ناقش محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مع وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي أزمة الغاز في مديريات وادي وصحراء حضرموت، ووجه المحافظ بمعالجات مستعجلة لحل الأزمة ومضاعفة حصة الغاز للوادي والصحراء. كما ناقش المحافظ مع وكيل المحافظة لشؤون الشباب فهمي باضاوي خطة المحافظة في الجانب الرياضي لعام 2019 وخطة تنشيط ودعم الاتحادات والأندية الرياضية في ساحل ووادي حضرموت. وأكد المحافظ اهتمام قيادة السلطة المحلية بقطاع الشباب والرياضة واستمرار دعم النشاط الرياضي للاتحادات والأندية الرياضية، مشيدا بمستوى النسخة السادسة لبطولة كأس حضرموت لكرة القدم والحضور الجماهيري الغفير لمباريات البطولة التي ترعاها السلطة المحلية بالمحافظة. ناقش محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني مع أعضاء وممثلي غرفة تجارة وصناعة حضرموت الجانب التمويني والجوانب الاستثمارية. وفي المناقشة أشاد محافظ حضرموت بدور رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة التجارية في استقرار الجانب التمويني بالمحافظة ومساندتهم لجهود السلطة المحلية، ودعاهم إلى الاستثمار في جميع المجالات، مؤكدا أن السلطة المحلية تقف إلى جانب المستثمرين الجادين. ووجه المحافظ رجال الأعمال بمراعاة المواطنين في هذه الظروف الصعبة وعدم المغالاة في الأسعار. بدورهم شكر أعضاء الغرفة التجارية السيد المحافظ على دعمه ووقوفه إلى جانب جميع رجال الأعمال وتذليل الصعوبات التي تواجه نشاطهم التجاري والاستثماري، مؤكدين أنهم يقفون إلى جانب السلطة المحلية والمواطنين في هذه الظروف الاستثنائية. وجه محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بإعادة تطبيق النظام الجمركي بمينائي المكلا والشحرة، وجاء ذلك لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في 11 من نوفمبر من العام المنصرم الذي أقر تطبيق النظام الجمركي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية. وأصدر المحافظ توجيها لمديري مكتب جمارك ساحل حضرموت وجمركي مينائي المكلا والشحر يقضي بإعادة العمل بالنظام الجمركي في جمركي مينائي المكلا والشحر والذي تم تعطيله أبان سيطرة تنظيم القاعدة على مدن ساحل حضرموت، وحدد القرار آلية الخصم على البضائع المختلفة. ناقشت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت الإجراءات التنفيذية لإنشاء منشأة حكومية تابعة للدولة لتعبئة الغاز المنزلي بوادي حضرموت. وأوضحت السلطة المحلية بالوادي خلال لقائها بمدير التنسيق بالشركة اليمنية للغاز سلطان ناجي حجم المساحة التي تم حجزها لإقامة هذه المنشأة في وادي حضرموت والإجراءات المطلوبة من السلطة المحلية لتسهيل تنفيذ المشروع في أقرب فرصة ممكنة لأهميته تأمين احتياجات وادي حضرموت من مادة الغاز المنزلي. من جانبه أكد مدير التنسيق بالشركة أن الشركة خصصت الاعتمادات اللازمة لهذا المشروع، معربا عن أمله في أن يتم استلام قطعة الأرض المخصصة لهذا المشروع للبدء في وضع حجر الأساس
واستكمال الدراسات الفنية والإجراءات الخاصة باستيراد المواد ومعدات هذا المشروع. التقى رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبت بمكتبه رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان لمناقشة سبل التعاون المشترك بين المرفقين، وناقش اللقاء أهمية المساهمة في نشر التوعية المجتمعية وتشجيع الطلاب إلى التطرق لمفهوم مكافحة الفساد ضمن مشاريع التخرج حسب التخصصات ذات العلاقة، وتشكيل حلف أكاديمي لنشر الوعي بين أوساط الطلاب. بدورها أشادت رئيسة الهيئة العليا لمكافحة الفساد بقيادة الجامعة لدورها المتميز في تنوير العقول والاهتمام بالمناهج العلمية التي تهدف إلى ترسيخ التعاليم الإسلامية، ودور الجامعة في نبذ كافة التصرفات التي تهدف إلى الفساد المالي والإداري والأخلاقي. وأبدى رئيس جامعة حضرموت استعداد الجامعة للتعاون والشراكة مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد والتمهيل لتوقيع مذكرة تفاهم مشترك بين الجانبين خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الجامعة ستنظم ورشة عمل بهدف ترسيخ فكر محاربة الفساد بالشراكة مع الهيئة. من جانب آخر، جرى بنيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة حضرموت التوقيع على اتفاق بين كليتي الأداء والتربية بسقطرى لتنفيذ برنامج الكفاية في اللغة الإنجليزية. ووقعت الاتفاقية بين عميد كلية الآداب دكتور محمد بارشيد وعميد كلية التربية بسقطرى دكتور سعد عامر، ويستهدف البرنامج جميع طلاب الدراسات العليا لبرامج الماجستير بمختلف الأقسام والتخصصات العلمية بجامعة حضرموت وطلاب دكتوراه في البرامج التي ستفتح مستقبلا. وأعرب عميد كلية التربية بسقطرى عن سعادته بإتاحة الفرصة للالتحاق بالبرنامج وتنفيذ الدورات التدريبية كافة بكلية التربية بسقطرى. أكد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون على أهمية تفعيل جميع الأقسام في إدارة التربية والتعليم بمديرية مدينة المكلا كونها عاصمة للمحافظة، وجاء ذلك خلال لقائه بقيادات العمل التربوي والتعليمي بمديرية المكلا. وأشار وكيل وزارة التربية إلى ضرورة الارتقاء بمستوى الإنجازات المحققة بالحقل التربوي والتعليمي بمديرية المكلا خاصة ومديريات المحافظة كافة. وشدد الوكيل عبدون على ضرورة أن يتم إنجاز جميع التكليفات والمعاملات في وقتها المحدد، وكذا قيام المنطقة التوجيهية بالمديرية بدورها في متابعة الأداء للمعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية، مثنيا على الجهود التي بذلت لإنجاح الفصل الدراسي الأول، وداعيا في الوقت ذاته إلى بذل جهود مضاعفة لتطوير الأداء وتحسين التعليم مع بدء انطلاق الفصل الدراسي الثاني. استقبل مدير إدارة أراضي وعقارات الدولة المهندس عمر النعمان بمكتبه المسؤول المالي بنقابة شركة النفط بساحل حضرموت الأستاذ صلاح باشراوي. وفي اللقاء أوضح المسؤول المالي بنقابة شركة النفط بأهم القضايا والمعاناة التي تعارض العمال حول مشروع أراضي الشركة الواقعة بمنطقة القاقين بالمكلا. بدوره وجه مدير إدارة أراضي وعقارات الدولة إدارة الرقابة والتفتيش بسرعة النزول إلى الموقع وتوقيف كل من تسول له نفسه بالتطاول على مخطط موظفين النفط بدعم من مركز أمن مديرية المكلا. رياضيا، تمارين مكثفة لنادي أهلي الغيل واستعدادات لخوض مباراة الإياب لربع نهائي كأس حضرموت بنسختها السادسة أمام نادي شباب القطن التي ستقام عصر الجمعة المقبلة على أرضية ملعب الفقيد برادم. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
يضع أبناء مديرية غلب وزير أمالهم وأحلامهم في تحقيق إنجاز ثاني وتاريخي يذكر لهم للفريق الكروي بنادي الأهلي الرياضي في بطولة كأس حضرموت السادسة، ذلك حين يلتقي الفريق في مباراة العودة أمام ضيفه فريق شباب القطن في ربع نهائي هذه المسابقة. تمارين تكتيكية يخوضها الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن صالح الكلدي على أرضية ملعب الفقيد براد بالمكلا قبل الدخول في هذه المواجهة التي كانت نتيجة ذهابها تعادل سلبي على أرضية ملعب جواس بمدينة سيئون. الأهلي لديه فرصة الفوز فقط أو التعادل السلبي ليذهب بذلك إلى ضربة الحظ الترجيحية. جهود إدارة النادي بقيادة عوض محفوظ حمران حاضرة وبقوة من أجل تحقيق إنجاز يسجل لرصيدها عقب توليها زمام النادي الأعرق تاريخيا ورياضيا على مستوى الجنوب، فهي تضع آمالا كثيرة في شباب النادي لبلوغ التأهل بل والوصول للنهائي. طبعا أولا كإدارة كل ما نقدمه للفريق كل خير إن شاء الله، وعندنا الاستعداد وأمن في الشباب وطموحات الشباب تقريبا موعودين بالفوز ويوعدوا نحن باطمئنان، ولكن في النهاية هي كرة، ولكن نحن أملنا كبير وننتظر الفوز إن شاء الله والبركة فيهم بإذن الله. رئيس النادي عوض حمران أكد عقب مباراة الذهاب في سيئون تم الجلوس مع الجهاز الفني لتدارك الأمور في مواجهة الإياب، فكان الوعد من اللاعبين بالانتصار. شيء أكيد الجهاز الفني طبعا بعد عودتنا من سيئون تم الجلوس وناقشنا في بعض الأمور، وما تم هذا الاهتمام بالرياضيين والحضور إلا باهتمام الجهاز الفني وما يقدموه لهم من مساعدات، ونحن دائما زي ما قلنا من السابق نحن مع الجهاز الفني ومع الرياضيين أن أملنا إن شاء الله نكون الموسم هذا أبطال المحافظة وتحقيق المطلوب. قرب الرياضيين المخضرمين القدامى للنادي كان السبب في الوصول إلى هذه المرحلة المتواصلة من العطاء الجيد، والرابطة ستكون حاضرة في ملعب براد بالمكلا. تمر ما قبل الأخير والأخير بملعب بن سلمان، وما قصر مكتب الشباب والرياضة طبعا ساهم بالحضور ومدير عام مديرية غيلبا وزير ونخبة من القدامة عبد الله بعامر وباشطح سعيد عمر وكابتن أحمد عوض بوهمشار وحميدي باشطح. الآن الشيء الجميل الزين أن عمالقة الرياضة الأهلاوية قربت مع الشباب وعطتهم نوع من الحافز، وما زالوا ورانا تم دعمهم إلى سيئون حتى أنهم تم حضورهم وما قصروا وما قدموا من تشجيع، ونحن واثقين كل ثقة أنهم شباب والقدامة أو الجدد أنه أملهم الآن في النادي ويحبوا النادي، والكل إن شاء الله يكون أهلاوي. استجدات موجودة وتواصل معنا، وحاولنا نحن أن نتواصل مع بعض الشخصيات اللي لهم فهم في هذا الموضوع أنهم يكونون رابطة، وإن شاء الله هذه تكون الأولى ومعنا ترافقنا بإذن الله في الفوز إلى سيئون. اتحاد سيئون يلعب الجمعة أمام شباب روكب بفرصتين هي الفوز أو التعادل 0-0 أو 1-1. شباب القاطن الجمعة يلعب أمام الأهلي بفرصتين هي الفوز بأي نتيجة أو التعادل بهدف لكل منهما أو بهدفين. أما سيئون يلعب السبت أمام سمعون بفرصتين هي الفوز أو التعادل بأي نتيجة. وحدة تريم أمام التضامن السبت يلعب بفرصة وحيدة هي الفوز بأربعة أهداف أو ثلاثة أهداف وبدون أن يتلقى شباكه أي هدف. لقناة المكلا فادي حقان. إلى هنا مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، ونذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يوجه بمعالجات أزمة الغاز بالوادي ويناقش خطة النشاط الرياضي بحضرموت. توقيع اتفاق بين كليتي الأداء والتربية بسقطرى لتنفيذ برنامج الكفاية في اللغة الإنجليزية بجامعة حضرموت. أهلي الغيل يستعد لمباريات الإياب لربع نهائي كأس حضرموت. هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء. We'll be right back.